إذن هذا التقبيل بأنواعه مما جرى، وهذا فيما عدا الزوجين، لكن ليعلم أن الزوج مع زوجته يجوز له كل ذلك استمتاعا بها، كل شيء في جسمه أو في جسمها، الرأس، تقبيل الرأس، تقبيل الشعر، تقبيل العينين، الأنف، الفم. الفم مر معنا حديث وهي حائض كما في سنن النسائي، كان يضع فمه حيث وضعت عائشة فمها من العظم، ويضع فمه حيث وضعت عائشة فمها من الإناء فيشرب عليه الصلاة والسلام. بل في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك وللعذارى ولعابها، يعني الملاعبة، وضبطت بالضم ولعابها، دل هذا على أن تقبيل الشفتين من الزوج لزوجته ورشف شفتيها واللعاب هذا أتت به السنة. ولذلك عند ابن ماجه وله ثلاثة شواهد قال: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها، على تفسير من تفاسير الحديث، وأدخل بعضهم أنها عذبة الكلام، لكن كونها عذبة اللعاب والفم لا شك أنه أظهر، لأنه قال بعدها: أعذب أفواها وأنتق أرحامها وأرضى باليسير من العمل، يعني باليسير من الجماع، ليست كالثيبة التي اعتادت. لا شك أن الإنسان يؤجر على أنه يستمتع بزوجته جماعا وغير جماع، وأيضا من أجل أن يعفها وما شابه ذلك. بعض الناس يكره أن تأكل معه زوجته، هذا عرف، هذا خطأ. والأشنع من ذلك أنها لو أكلت قبله كذا، نعم هذا عرف عند بعض الناس وهذا خطأ. ولذلك كما ثبت في سنن النسائي سئلت عائشة رضي الله عنها: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي حائض؟ السؤال عن ماذا؟ هل تأكل وهي حائض؟ أما كون المرأة تأكل مع زوجها فلا إشكال عندهم وهي حائض. فقالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم علي. انظر حتى نرد مثل هذه الجفوة التي عند بعض الناس الذي يرى أن المرأة لا تأكل معه ولا تأكل قبله، وإن كان من الأفضل من باب الاحترام أنها تنتظر. عموما الإنسان لو قدم أمامه طعام لا يعجل حتى مع أصحابه: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشعوا القوم أعجلوا. فشاهد من هذا أنه قالت: كان يقسم علي أن أتعرق من العظم. فآكل منه ثم يتعرق من الموضع الذي تعرقت منه، ويؤتى إليه بالإناء فيقسم علي أن أشرب فأشرب، فيضع فمه حيث وضعت فمي من الإناء.